والقضية الفلسطينية نحن كمغاربة نعتبرها قضية وطنية، لأننا نؤمن بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي رجوع اللاجئين، وفي رفع الظلم عن شعبنا في فلسطين. واليوم نحن نرى بأنه بعد قرن من تنفيذ يعني وعد بلفور، هناك تسريع لوتيرة محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة العار، وعبر الضغط على الأنظمة العربية من أجل التطبيع مع كيان مستعمر غاشم. لا يمكن لنا قبول هذه المسألة، ونحن في المغرب نعتبر التطبيع خيانة، ونطالب بتجريم التطبيع في بلادنا، ونطالب كل قوى المغربية والعربية والمغاربية وكل الشرفاء في العالم إلى مناصرة الشعب الفلسطيني لكي ينال حقه. وهذه هي الخطوة من أجل بناء عالم أكثر عدلاً، وعالم يعني نصل فيه إلى صيانة كرامة الإنسان، كل إنسان، وليس فقط ذلك الذي يمتلك الأسلحة النووية وغيرها. ما تنساوش تابوناو لاشين بناصة ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.